ماتش بالنسبه لنا كان مهم جدا ان احنا نعدي الكوارتر فاينل عشان نوصل للسيمي فاينل. الماتش فيه صعوبات كتير، الحمد لله الحمد لله رب العالمين ان البنات كانوا على يعني مركزين وحاسين باهميه الجيم، والنقص العدد اللي كان عندنا او الاصابات اللي كانت عندنا الحمد لله خدناها عامل ايجابي ان البنات ادوا بامكانيات اكتر، ادوا بضعف ومجهودهم. حاسين ان عندي اربع بنات مهمين ومؤثرين مصابين، البنات ادوا. امير هو ده اللي انت بتقول انت مستمتع بالاداء، الاداء هو كان فيه روح، الروح دي الناس حست ان في نقص، والماتشات الكاس مفيش تعويض. هو ده يعني الحاجه الايجابيه، بالاضافه طبعا الحمد لله ان احنا كسبنا بفارق سكور على نادي الشمس، فرقه كبيره وجهاز فني محترم. الملعب صعوبته كمان ان ده ارضهم، الملعب مش مريح، ما فيش 14 ثانيه الجهاز مش شغال، اللوحه تعبانه جدا كل شويه بالتايم بيرجع، فالموضوع فيه صعوبات. لكن بفضل الله البنات بصراحه بحييهم ديفنسيفلي قبل الاوفنس. الحمد لله توفقنا جبنا 85 بونت، لكن ديفنسيفلي بالذات الكوارتر اللي بدايه الثالث الاولاني والثاني الحمد لله كنا ماشيين ديفنس كويس جدا، غيرنا من المان تو مان للزون، ضغطنا على فترات قليله عشان البنات. الحاجه الايجابيه كمان ان احنا لعبنا بال 12 بنت الحمد لله، غير الاربعه المصابين والله كانت اهلها درجه امبارح ما اتمرنتش درجه حراره 41 بقى لها يومين ما بتتمرنش، لكن الحمد لله النهارده بحييها وبحيي الفرقه كلها. منى يحيى نزلت ثلاث دقيقتين مش قادره تاخد نفسها، جيم كبير كان فيه بريشر كبير، بس هم دول بنات النادي الاهلي الرجاله اللي عودونا وعودوني على طول ان الاهلي بمن حضر، وهي دي روح الفنانه الحمراء، مش شعارات، ده كلام وحقيقي. واتمنى ان الماتش ده يتذاع الناس تشوفه ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله نستعد. خلصنا الكوارتر فاينل نستعد للسيمي فاينل ان شاء الله باذن الله يا رب، ماتش بماتش باذن الله. وعندنا كمان بطوله المنطقه على ملعبنا قبل دوري السوبر، فان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم.